الحمد لله العليم القدير خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والمثل والمثيل. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين، إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين أبديين سرمديين إلى يوم الدين، وسلم عليهم التسليم الكثير. أما بعد، أوصيكم أيها الإنسان، أيها الناس، ونفسي بتقوى الله، فإنها سعادة الأبرار وأساس حياة الأطهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وقال جل في علاه: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. فاتقوا الله عباد الله، وادعوا ربكم فإن ربكم مجيب الداعين، وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. عباد الله، واعملوا أعمال الصالحات مخلصين لله قبل أن تشغلوا، فالله سبحانه وتعالى لا يعطل سعي أحدكم في الدنيا، بل يؤتيه جزاء موفورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه بالدين القويم والمنهج المستقيم والسبل الهادية إلى سواء السبيل، فهو الله جل في علاه أرسله رحمة للعالمين، كما جعله حجة على الخلائق أجمعين. انظروا ماذا قال سبحانه في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادات الغرر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
رواه الإمام البخاري في صحيحه. أيها الأحبة في الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه في السر والعلانية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تستمتعوا في الشهوات، ولا تستمتعوا بالشهوات، اجتنبوا الموبقات، اجتنبوا الموبقات، اتركوا المعاصي، فإن المعاصي ما حلت في ديار إلا خربتها، ولا في قلوب إلا عذبتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني بترك المعاصي. فأحذركم عباد الله عن محارم الله ومعاصيه، وابنوا حياتكم حياة صالحة مرضاة بتقوى الله سبحانه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم رد الشباب المسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم حرر بيت المقدس من شبكة اليهود والنصارى والخنازير يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والربا والزنا والمعن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء وسخاء يا رب العالمين. اللهم اجعل حكومتنا حكومة قرآنية عادلة ترعى عبادك وإماءك يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.